بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس، الصحة العامة والتثقيف الصحي، مقدمة من الدكتورة نبيها محمود. أولا، مفهوم التثقيف الصحي. التثقيف الصحي هو عبارة عن رسالة توعية عبر وسائل الإعلام، دي موجهة بصفة أساسية إلى أفراد المجتمع والأصحاء منهم والمرضى. يعني هذه التثقيف ليس للمريض فقط، بل للمريض والغير مريض. طيب، بهدف ايه بقى؟ بهدف اشراكهم في برنامج الصحة اللي بيستهدف الوقاية من الأمراض أو تحقيق سرعة علاج لتحسين مستوى الصحي بالمجتمع. طيب، بتقدم هذه الرسالة عادة مين اللي بيقدمها؟ هي جهة طبية متخصصة اللي هو بيكون في شكل الطبيب. وان التثقيف الصحي هو المفهوم ليس برنامج وينتهي، ولكن هي عملية مستمرة لحل مشاكل صحية معينة في المجتمع ونشر الثقافة الصحية عبر وسائل الإعلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عبارة عن رسالة بيقوم بها الطبيب ان هو بيوجهها كهو كمتخصص. بتقوم بقى التثقيف الصحي دوت عبارة عن برنامج بيقدم لحل مشكلة معينة من خلال نشر الثقافة الصحية عبر وسائل الإعلام. وقلنا زي دلوقتي حاليا الثقافة أو التثقيف الصحي الخاص بمرض الكورونا، كل شوية بيجينا في التلفزيون نعمل ايه التثقيف اللي المفروض ان احنا نعمله، مين الجهة المختصة اللي مسؤولة عن هذه التوعية، سواء كانت إعلانات أو عن طريق آراء من الأطباء ولكن المتخصصين. طيب، من خلال هذه الأنشطة بتقوم بالأنشطة الرئيسية، وهي أول حاجة نشر المعلومات الصحية بين أفراد المجتمع، إن نقدر إن احنا نشرح نقول يا جماعة المعلومة الصحية الفلانية دي هنقدمها علشان نقدر إن احنا نوسع مداركنا ونبقى عارفين الإيه الفئات المجتمعية اللي المفروض ان احنا نوجه لها هذه الرسالة. يعني لو قلنا مثلا احنا بالنسبة للعمل في المجال المستشفيات هنبدأ نعمل توعية او تثقيف صحي للعاملين في المستشفيات. طيب، لو هي مثلا ليها خاصة بتقديم برنامج تثقيفي للفلاحين ان هم يبتعدوا عن النزول الى الترع علشان مرضى البلهارسي، ده نوع من انواع التثقيف. طيب، العاملين في الصناعات البترولية والكيماوية ذات المخاطر العالية، بنبدأ برضو نقول لهم ان هم ازاي يتعاملوا مع هذه المواد، الاساليب الوقائية اللي هم بيتخذوها علشان ما تأثرش على صحتهم. بعد كده نمرة 2، بنعلم الافراد المهارات اللازمة اللي بتساعدهم في تغيير اتجاههم وسلوكهم، زي ان احنا نعمل حملات اعلانية ضد التدخين، تمام، او ضد انفلونزا الطيور، ان احنا نقدر نعرف المواطنين ازاي يوقوا نفسهم من هذه الامراض. طيب، تالت حاجة اللي هي تحفيز الافراد على تغيير انماط حياتهم وسلوكهم باستخدام الممارسات الصحية والابتعاد عن العادات الخاطئة، ان هذه العادات هي اللي بتساهم في انتشار الامراض وصعوبة علاجها. زي ايه؟ زي ما احنا قلنا من شوية ان الفريق الطبي بالمستشفيات ان هو ازاي يقدر يتعامل مع المخالفات الطبية بانواعها، ازاي نعلمه ان هو يتم فصل هذه النفايات من المنبع، ازاي طرق التخلص منها عشان نقدر ان احنا نحد من انتشار العدوى وتلوث البيئة. عناصر التثقيف الصحي، اول هذه العناصر نمرة 1، المرسل دوت هو الشخص اللي بيصدر معلومة صحية ثقافية، هو اللي بيقدمها. بيتمثل فيها ايه؟ ممكن يكون شخص بيقول معلومة صحية من شخص الى اخر، يعني يكون الطبيب يقول معلومة للمريض، او تكون ليها زي وزارة الصحة بتقدم معلومات صحية للمجتمع ككل. وايضا طبعا اعضاء فريق الطب بالمنظمات الصحية اللي بدورهم بيتوقف ان هو بينقلوا المعلومات الصحية الطبية سواء داخل المنشأة الصحية او خارجها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يجي المريض بيجي يخرج، يبدأ بعد كده
الهيئة الطبية أو الهيئة التمريضية بتبدأ تقدم تثقيف للمريض، بتقول له مثلا خد العلاج بتاعك في المواعيد المحددة، المفروض تقيس الضغط قبل الأدوية، المفروض إن حضرتك تشرب سوائل كتير عشان ما يحصلش انخفاض في ضغط الدم، وإن بتظبط اللزوجة بتاعة الدم، أكلك يكون مثلا قليل الملح والدهون لمرضى الجلطات ومرضى القلب. طيب ده تثقيف بيقدم من اعضاء الفريق الطبي الى الايه المريض الداخلي. طب لما لو هو ده على المستوى الخارجي، على مستوى المجتمع، ان ممكن ازاي يعمل توعية ثقافية للناس اللي بتدخن، ازاي لو الناس اللي هي بتقوم بعملية التخلص من النفايات حتى المنزلية بطريقة غير سليمة، تمام، ان تقدر تقدم رسالة كتوعية للايه للمجتمع الخارجي. يبقى خلاصة هذا العنصر ان المرسل هو الشخص اللي بيقوم بتقديم الرسالة وتوصيلها. تاني حاجة الرسالة، ايه هي الرسالة؟ الرسالة هي دي التثقيف اللي انا بقدمه، هي دي الرسالة اللي انا عايزة انقلها للاهداف المستهدفة. لو احنا قلنا الاهداف المستهدفة، لو انا هقدم تثقيف صحي للمدخنين، يبقى ايه الاهداف الفئات المستهدفة؟ اللي هي المدخنين. طيب ازاي تكون الرسالة بتاعتي دي واضحة، ازاي تكون مفهومة، ازاي ان تكون المتلقي اللي قدامي يقدر يفهمها بصعوبة بسهولة من غير اي معوقات، ازاي انا ابسط له الرسالة عشان يقدر ان هو يفهم، ايه اللغة اللي انا هتكلم بيها، مليش على انسان امي وابدأ ان انا اقعد اتكلم باللغة العربية، لا اكلمه باللغة العامية، انزل للمستوى التعليمي عشان اقدر ان انا اوصل له هذه الرسالة عشان يقدر بعد كده يتلقاها بسهولة ويفهمها. مش انا بتكلم في موضوع معين وهو بيبقى صعب عليه ان هو يفهمه، فكده يبقى انا مقدرتش ان انا اوصل هذه الرسالة. طيب وسيلة الاتصال، ايه بقى وسيلة الاتصال ان انا اقدم بيها هذه الرسالة، تمام، اقدر اوصلها للمتلقي، ايه الوسائل المتعددة، من على العلاقات الشخصية المباشرة ان انا بكلمه دايركت، تمام، ممكن اقولها له عن طريق التليفون، دي وسيلة اخرى، ممكن احطها له في هيئة اعلان يبقى يكون متعلق زي لما بنروح الوحدات الصحية وبنلاقي الاعلانات اللي متعلقة للتطعيمات ومواعيدها، تمام، كل هذه وسائل يمكن من خلالها توصيل المعلومة للايه للمتلقي. بعد كده المتلقي او المستقبل اللي هو الشخص اللي بيتلقى ايه هذه الرسالة، هي الفئات المستهدفة ان انا اقدر ان انا ابلغه هذه الرسالة. وقلنا طبعا المتلقي دوت لازم اخد في الاعتبار درجة فهمه، التعلم بتاعه، ثقافته ايه، عمره قد ايه، تمام، عشان اقدر ان انا اوصل الايه الهدف بتاعي اللي انا عايزه، وهو عملية التثقيف الصحي بطريقة جيدة. بعد كده الفيدباك او رد الفعل او التغذية المرتدة، يعني ايه الكلام ده؟ اقدر بعد كده بعد ما انا اوصل الرسالة ابدأ اقول له يا فلان يا استاذ فلان انت فهمت من اللي انا قلته ايه، وده الفيدباك اشوفه فعلا هو هل انا قدرت ان انا اوصل الرساله، هل انا كمتلقي قدرت ان انا اوصلها له، هل وسيله الاتصال اللي انا استخدمتها كانت وسيله فعاله، هل هو فهم هذه الرساله. من خلال كل ده يبدا بقى الفيدباك او التغذيه المرتده ان هو يبدا يقول لي ايوه انا فهمت ان التدخين ضار بالصحه، وتخليه يكرر الكلام اللي حضرتك قلته ان التدخين فعلا هو ضار بالصحه، ان انا المفروض ان انا اقلل منه وايه وهكذا. يبقى لازم نتاكد نعمل الفيدباك، ما نقعدش نتكلم وفي الاخر اللي قدامي ما يكونش فهم او وصل له هذه المعلومه او هذه التثقيف اللي انا عايز اوصله له. طيب بعد كده هنتكلم عن مجالات التثقيف الصحي، في عده مجالات ان احنا نقدر بيها ان احنا بنستخدم الرسائل الإعلامية في عملية التثقيف. أول حاجة لو احنا اتكلمنا عن المرأة والطفل، من العنوان بيبان الكلام اللي احنا عايزين نقوله. يعني ايه المرأة والطفل؟
ان انا اقدر ان انا انشر معلومات خاصه بالمراه والطفل، زي ايه؟ معلومات عن الصحه الانجابيه، عن الحمل، الرضاعه، وسائل تنظيم الاسره، الفطام هيكون بعد ايه، صحه الطفل، حديث الولاده ايه، هتعامل معاه ازاي، التغذيه بتاعته هتكون شكلها ايه، العنايه بيه هتكون شكلها ايه. وده من احدى المجالات اللي بنقدم فيه مجال التثقيف الصحي. الصحة الشخصية، لأن احنا بنبدأ برضو أعمل تثقيف بيتضمن الحفاظ على النظافة الشخصية. أبدأ أقول ايه فايدة النظافة، هتعمل لنا ايه، هي مثلا بتنشط الدورة الدموية، تمام، ان هي بتقيني من بعض الأمراض، ان هي بتقيني من بعض البكتيريا والميكروبات الضارة اللي بتنمو على سطح الجلد. أبدأ بعد كده في نمرة 5 اللي هو مجال التغذية، أبدأ برضو أقدم معلومات عن التغذية الصحية السليمة، العادات السليمة لعملية الغذاء، يفوت فائدة الأعشاب، المكونات الغذائية السليمة اللي المفروض إن هي تبقى موجودة في الوجبة الغذائية الكاملة. بعد كده الإدمان، بيتضمن هذا الإدمان إن إحنا أبدأ إن أنا أتعرف أقول يعني إيه الإدمان، أسبابه إيه، أثر هذا الإدمان على الأسرة والمجتمع، وازاي ان انا اتعامل مع الشخص المدمن، وازاي انا ابدا اعمل الارشادات الصحيه لايه، لكيفيه التعامل معه حتى شفائه. نمرة 7 الاعلام، وقلنا الاعلام اللي هو توفير الافراد بمواقع الحصول على الخدمات الصحيه، وكيفيه الاتصال بها، وكيفيه الحصول على الخدمه الصحيه المناسبه في الوقت المناسب، وكيفيه التصرف في المواقف الحرجه والطارئه زي الحوادث والحريق والامراض الايه المفاجئه. في بعد كده في مجالات اخرى بتتضمن المجال اللي بتتعلق بالسلوكيات، زي مثلا لو احنا اتكلمنا عن مجال رعايه المسنين ايه والوقايه منها، اللي هي تاثير الخمور على الصحه العامه، العلاج من الامراض المعديه، ازاي تخلص من النفايات، دي كل دي مجالات اخرى خاصه بالتثقيف الايه الصحي. دور إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات، يعني احنا بس ان ايه ناخدها من مبدأ القراءة، تمام. يعني طيب هنقدر نبدأ نقول يعني ايه العلاقات العامة، وهنقول ان هي المسؤولة عن إدارة الاتصال مع الجمهور، ان لما بيكون في اي استفسار او شكاوى بتبقى مقدمة للمستشفى، ان يجب على العاملين ان ايه بهذه الادارات ان بيكون لديهم عدة مهارات زي المهارات الفنية والمهارات الادارية والشخصية والسلوكية. هنتكلم عن 5 حاجة مقومات برنامج التثقيف الصحي. اول حاجة هناخد فيه تشخيص المشكلة،
تشخيص المشكلة الصحية اللي بيعاني ايه او يتحمل او يعاني منها المجتمع، بتكون نقطة البداية في البرنامج ايه التصنيف. اقدر اعرف المشكلة، انا عندي مثلا مرض الكولورا، مرض الكورونا اللي منتشر الايام دي، ابدأ اشوف ايه نقطة البداية اللي انا هبدأ احدد منها التصنيف الصحي. نمرة 2، اقدر احدد حجم المشكلة من خلال احتساب معدل الحوادث الانتشار، زي ما احنا بنشوف كده في الوسائل الاعلامية اللي بيقول لك انتشار المرض في دولة كذا تعدى كذا. طيب بعد كده ابدأ اشوف ايه اسباب حدوث المشكلة واثرها على المجتمع. تمام، هنا بقى في اثار اقتصادية وفي اثار اجتماعية. طيب اعرف اشوف ايه تحديد الفئات المستهدفة من عملية التثقيف الصحي، زي ما احنا قلنا لو انا بقدم خدمات صحية للمدخنين يبقى الاهداف التثقيفية دول للايه للمدخنين فقط. طيب ابدا اعرف تحديد اهداف برنامج التثقيف الصحي اللي بيتم تحديد اهدافه ايه اللي بيتم تنفيذه، انا هنفذ منه ايه، البرامج التثقيفية المحددة اللي المفروض ان انا هتكلم فيها. طيب قلنا بقى تنفيذ البرنامج وتقييمه ده على ايه بيتوقف على مدى نجاحه والمشكلات اللي بنتعرض ليها، اللي احنا نبدأ نحدد نقاط القوة بتاعتنا ونقاط الضعف والايه الانحراف اللي ايه اللي حصل في العملية التثقيفية. ممكن يكون حد قدم برنامج بس ما قدرش ان هو يوصله بطريقة جيدة، فبيبدأ كده يبقى فيه نقاط ضعف في هذه البرنامج. طيب قلنا برضو البرامج دي ما تكونش ليها فايدة اذا فقدت مصداقيتها، ان انا ما اتكلمش عن موضوع معين وفي الاخر ممكن تكون هذه المعلومات غير صحيحة فهتفقد مصداقيتها، هيبدأ بعد كده المتلقي ان هو مش هيثق فيا ان انا ابدأ اعمل له برنامج تثقيفي تاني او اديه اي معلومة تثقيفية. طيب هنتكلم بعد كده عن وسائل الاعلام الصحي. وسائل الاعلام زي ما احنا قلنا فيه بقى عن طريق الاذاعه والتلفزيون والجرايد، ان هي بتبدا تعمل بتقدم برامج تثقيفيه عن حمل عن مثلا عن التدخين، عن المرض البلهارسيا، شوف الايه الامراض اللي اكثر انتشارا، واحنا زي ما احنا قلنا دلوقتي مرض الكورونا. طيب في برضه عن طريق المحاضرات والندوات اللي بتعمل تثقيف صحي عن طريق الأطباء، مجموعة من الأطباء تمام أو العاملين في المستشفى اللي بيبدأوا بعد كده يعملوا محاضرات وندوات. ولو احنا نتكلم عن موضوع النظافة من ايه والتخلص من النفايات الطبية الخطيرة عشان ايه تمنع حدوث التلف. بعد كده النشرة الصحية الورقية ان احنا بنقول عليها اللي هي البانفليت اللي هي بتبقى موجودة في شكل نشرة او بتكون متعلقة، ودي بتحتوي على معلومات اساسية بشكل يسهل على الاطلاع عليها، بتكون متعلقة لما حضرتك تروح كده اي وحدة صحية وتشوف مواعيد التطعيمات للاطفال بتبقى فيه لافتة بتكون متعلقة، اما تكون متعلقة او بتكون الورقة اللي حضرتك بتاخدها بتبقى بتوزع عليك اللي هي في شكل ورقة او البنفلت الصغير. طيب الملصقات اللي احنا قلنا عليها، الملصقات اللي هي بتبقى متعلقة في الايه في الوحدات الصحية، ودي برضو بتشمل ايه
حاجات بقى زي النظافة، ممنوع التدخين، أهمية التطعيمات للأطفال، تمام. الكتيبات اللي هو برضو في شكل كتاب صغير بيحتوي على تفاصيل ما ايه فيها شوية إرشادات كده عن القواعد الصحية والإجراءات، زي الإسعافات مثلا الأولية في حالة الحوادث ممكن نعمل ايه، فيها شرح مبسط جدا لطبيعة بعض الأمراض وكيفية الوقاية منها. المجلات الصحية هي المجلات التثقيفية برضو اللي بتصدر من عن طريق الأطباء، هي الجهة المعنية اللي بتشرف عليها، يكون هذه الأطباء يكونوا متخصصين وبتتحقق درجة عالية من التواصل مع الجمهور، زي مثلا مجلة طبيبك الخاص. طبعا الإنترنت دي من إحدى الوسائل الحديثة اللي شاع استخدامها في المجال الإعلام والتثقيف، إنك تبدأ تخش على النت وتشوف لو عايز تتعرف على أي معلومة صحية بشكل مباشر ممكن تحصل على هذه المعلومة بسهولة. العلاقات العامة في المنظمات الصحية والنادي دي للقراءة فقط. ومن هنا انتهت المحاضرة، بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.